أكد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على توطيد أواصر التعاون والصداقة والتواصل الثقافي والحضاري مع البلدان الآسيوية ومختلف دول العالم على أسس من الود والاحترام المتبادل. وأكد الوزير الزياني أن ذلك يأتي في إطار الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المفدى بشأن ترسيخ مبادئ التسامح والحوار والتعايش السلمي بين الشعوب من مختلف الحضارات والثقافات والأديان. وأعرب وزير الخارجية في حفل ختام النسخة الثانية من برنامج ضيافة الذي نظمته أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية على مدى أسبوعين عن تقديره لجهود الأكاديمية في استضافة شخصيات دبلوماسية من الدول الأعضاء في منتدى حوار التعاون الآسيوي وإطلاعهم عن كثب على ما تتميز به المملكة من إرث ثقافي وتاريخي عريق ومدى دبلوماسية راقية وما تشهده من منجزات تنموية وحضارية وديمقراطية شاملة ومستدامة. وأشاد سعادته بدعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ برنامج الدبلوماسيين الدوليين ضيافة منذ إطلاقه ضمن مسابقة فكرة للابتكار الحكومي وصولا إلى إنجاز نسخته الثانية بالتزامن مع رئاسة المملكة لحوار التعاون الآسيوي هذا العام ومواصلة دورها كعضو مؤسس وفاعل في المنتدى وتعزيز حضورها المشرف في المنظمات الإقليمية والدولية. وأكد الدكتور عبد اللطيف الزياني اعتزازه بنجاح هذا البرنامج في توفير أجواء حضارية للتواصل البناء بين الوفود الدبلوماسية الآسيوية وتبادل الخبرات والمعارف ووجهات النظر إزاء المستجدات الراهنة. من جانبها تقدمت سعادة الدكتورة منيرة بنت خليفة آل خليفة المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية بالشكر والتقدير إلى سعادة وزير الخارجية على دعمه للأكاديمية وبرامجها التدريبية واهتماماته التي عززت من نجاح برنامج ضيافة في تحقيق أهدافه بالتعاون مع أمانة حوار التعاون الآسيوي. مثمنة تعاون المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني في تعريف الدبلوماسيين بإنجازات البحرين. وفي ختام الحفل عبر الدبلوماسيون الدوليون المشاركون في برنامج ضيافة عن شكرهم وتقديرهم لمملكة البحرين على كرم الضيافة وما قدمته من تسهيلات وخدمات متكاملة أثرت خبراتهم في العمل الدبلوماسي مبدين إعجابهم بما تشهده مملكة البحرين من نهضة ديمقراطية وتنموية شاملة ومعالم سياحية وحضارية واحترام كبير لحقوق المرأة وللتنوع الديني والعرقي والثقافي. برنامج ضيافة امتد على أسبوعين ولهذه السنة كان لها نكهة آسيوية والمشاركين كلهم أعضاء الACD Asian Cooperative Dialogue. ليل نهار تعرفوا الشباب الدبلوماسيين اللي شاركوا على مملكة البحرين، تعرفوا على مملكة البحرين على تاريخها من خلال محاضرات قاموا بها شاركوا فيها قيمة من خلال زيارات إلى مواقع أثرية. في الحقيقة لقد تعرفنا على البحرين عن قرب وتعرفنا على ثقافتها وتاريخها والتي تمتلك تاريخ عريق متجدر في منطقة دول الخليج، وتعرفنا كذلك على السياسة الداخلية والخارجية والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لدى المملكة، وأتاحت لنا هذه التجربة العديد من الفرص للقاء عدد من الشخصيات ذات التأثير في مملكة البحرين. هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها مملكة البحرين، وقد استمتعت خلال الأسبوعين الماضيين لأنني تعلمت الكثير عن تاريخ البحرين وثقافتها والنظام السياسي والاقتصادي. أنا أقدر كثيرا وزارة الخارجية على إتاحتها لنا هذه الفرصة لزيارة مملكة البحرين والتعرف عليها عن قرب.